النهارده هنراجع باقي الحروف اللي احنا بنراجعها كل يوم. النهارده هنراجع حرف ايه مع بعض؟ مين فاكره كان اسمه حرف ايه؟ كاف. كان اسمه حرف ايه يا كيجي؟ كاف. شاطرين. اسمه حرف ايه؟ كاف. طب مين فاكر مع بعض اصحاب حرف الكاف؟ اول حاجه بنبدا نفتحها كده ونقرا فيها نروح بيها المدرسه، اسمه ايه؟ كتاب. اسمه ايه؟ كتاب. يبقى اول صاحب من اصحاب حرف الكاف اسمه ايه يا كيجي؟ كتاب. اسمه ايه؟ كتاب. طيب تاني صاحب كان صغير كده ولونه اصفر ابن الفرخه اسمه ايه؟ كتكوت. اسمه ايه يا كيجي؟ كتكوت. يبقى اول صاحب كان اسمه ايه؟ شاطرين. كتاب. تاني صاحب اسمه ايه؟ كتكوت. طب واحنا بنراجع حرف ايه يا كيجي؟ كاف. بنراجع حرف ايه؟ كاف. شاطرين. طيب تالت صاحب بنلعب بيها اسمها ايه؟ كره. اسمها ايه يا كيجي؟ كره. اسمها ايه؟ كره. طيب دي اسمها ايه؟ كف. اسمه ايه ده يا كيجي؟ كف. يبقى احنا النهارده بنراجع حرف ايه يا كيجي؟ كاف. حرف ايه؟ كاف. اول صاحب من اصحاب حرف الكاف كان ايه؟ كتاب. شاطرين. تاني صاحب الصغير اللي لونه اصفر ابن الفرخه اسمه ايه؟ كتكوت. شاطرين. طيب واللي بنلعب بيها اسمها ايه؟ كره. شاطرين. ودي اسمها ايه لغايه هنا بس يا كيجي؟ اسمها ايه؟ كف. اسمها ايه يا كيجي؟ كف. اسمها ايه؟ كف. طيب اخر حاجه مع بعض بنشوفها في الشارع بتعمل صوت كده اسمها ايه؟ كلب. اسمه ايه؟ كلب. اسمه ايه؟ كلب. يبقى ده حرف ايه تيجي مع بعض؟ اسمه ايه؟ كاف. اسمه ايه؟ كاف. يبقى صاحب حرف الكاف ايه؟ كتاب. شاطرين. كتكوت. احسن. كرة. كف. شاطرين. كلب. طيب هنراجع حرف تاني بسرعة بسرعة بسرعة. كان اسمه حرف ايه يا كيجي ده؟ كان اسمه حرف ايه؟ لام. شاطرين. اسمه حرف ايه؟ لام. اسمه حرف ايه يا كيجي؟ لام. شاطرين. اسمه حرف ايه؟ لام. طيب مين فاكر اصحاب حرف اللام؟ اول صاحب من اصحاب حرف اللام لح. شاطرين. ايه؟ لح. شاطرين. تاني تاني اسمه ايه يا كيجي؟ لحم. شاطرين. طيب تاني صاحب اسمه ايه؟ لسان. اسمه ايه يا كيجي اللي جوه بقنا ده؟ اسمه ايه؟ لسان. اسمه ايه يا كيجي؟ لسان. طيب تالت صاحب لعبة اللي بنلعب بيها اسمها ايه؟ لعبة. ما اسمهاش لعبة يا كيجي، احنا كبرنا. اسمها ايه؟ لعبة. اسمها ايه يا كيجي؟ لعبة. هو احنا اصلا كنا بنراجع حرف ايه يا كيجي؟ لام. شاطرين. حرف ايه؟ لام. اول صاحب لح. شاطرين. تاني صاحب ده اسمه ايه؟ لسان. احسن. ودي اسمها ايه؟ لعبة. اخر صاحب من اصحاب حرف اللام اسمه ايه يا كيجي؟ ليمون. اسمه ايه؟ ليمون. اسمه ايه يا كيجي؟ ليمون. شاطرين. يبقى احنا اخدنا النهارده مع بعض رجعنا حرف ايه؟ ده حرف اسمه حرف ايه؟ كاف. شاطرين. وده اسمه حرف ايه؟ لام. شاطرين يا كيجي. طيب تعالوا بقى نشوف حرف الكاف وحرف اللام ده بيتكتب ازاي. مين فاكر معايا؟ تعالوا نشوف. نعمل السطر بتاعنا. مين فاكر حرف الكاف؟ هنبدأ نكتبه مع بعض. بصوا، نقطة، نزلت، مشيت على السطر يا كيجي، ما بتنزلش تحت السطر، ورفعت رجلها. شايفين؟ بس هي بقى عندها حاجة جوه هنا، خدت الهمزة من عند الألف وحطتها جوه بطنها، بقى عندها إيه؟ عندها همزة بتاعة الألف. تاني يا كيجي، يبقى هي نقطة
مشيت 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 على السطر يا كيجي، اهو ما بتنزلش تحت السطر. ورفعت رجلها حته من رجلها حته صغننه يا كيجي، وخدت الهمزه بتاعه الالف. خلاص يا كيجي، تاني اخر مره نقطه. اهدى وماشي، مشيت على السطر، مشيت 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 ورفعت رجلها، وخدت ايه يا كيجي؟ الهمزه بتاعه الالف. ده اسمه حرف ايه يا كيجي؟ كاف. شاطرين، اسمه حرف ايه؟ كاف. طيب تعالوا بقى نشوف حرف الايه، اللام بيتكتب ازاي. حرف اللام يجي بقى، بصوا، نقطة، مشيت 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 وطلعت تاني، نزلت تحت السطر وطلعت تاني. تاني يا كيش، نقطة، مشيت مشيت مشيت، نزلت 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 ولفت وطلعت تاني تحت السطر. تنزل تحت السطر يا كيجي، اللام بتنزل تحت السطر. نقطة، مشيت 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 ونزلت تحت السطر ورجعت تاني، اسمها ايه؟ لام. شاطرين يا كيجي، اسمها ايه؟ لام. يبقى احنا النهارده يا كيجي رجعنا مع بعض حرف ايه؟ كيف. شاطرين، وحرف ايه تاني؟ لام. شاطرين يا كيجي، نشوفكم مرة تاني مع حرف جديد. باي.